بسم الله الرحمن الرحيم، معكم الأستاذ ياسر محمد نجيب من مدرسة الشريف الخاصة لغات. في الفيديو ده هنقدم لكم شرح لكيفية تسجيل حساب لولي الأمر على منصة إدمودو. في الفيديو ده هنتكلم عن إزاي ننشئ الحساب بتاع ولي الأمر. طبعا حضراتكم في البداية هتفتحوا المنصة بتاعت إدمودو بشكل طبيعي. لو حضرتك عندك حساب هتدخل على طول على بيرنت، لو أنت هتعمل حساب هتدخل على ساين أب وهتقول له إنك ولي أمر أو أي أم بيرنت. في البداية هيطلب منك رقم التليفون بتاعك. تقدر بقى انك تسجل عن طريق حاجتين، انك تسجل برقم التليفون بتاعك او انك تسجل عن طريق الكود او الايميل اللي ابنك بعته لك. هنشوف دلوقتي. على سبيل المثال هنبدأ في كتابة رقم الموبايل. هنبدأ برقم موبايل افتراضي. بعد كده انك تدخل الايميل بتاعك. وبيطلب منك انك تسجل باسورد. هتحط الباسورد، يا ريت تكون الباسورد عبارة عن رموز زائد أرقام زائد حروف كابيتال وحروف سمول وتزيد عن 8. بعد كده هتطلب منه تسجيل الدخول. قبل ما هنسجل الدخول أو قبل ما هننشئ الحساب، احنا هنستنى ونعمل الحساب بالطريقة التانية. ان انا دلوقتي ده حساب متعلم، احنا عاملينه على متصفح تاني وفاتحينه على متصفح تاني، عايزين نشوف بانه ازاي المتعلم ده هيدعو ولي امره. فانا هاجي هعمل في الجزء بتاع والدي او ماي بيرنت، هقوم عامل دعوة. لو انتوا عايزين في اللغة العربية هنقلب الصفحة للغة العربية. طبعا الكود بتاع ابنك هيكون موجود في صفحته، تقدر حضرتك تاخده منه او تقدر بانه يقدر بانه يقوم باعت دعوة لولي الامر يكتب فيها سواء رقم التليفون بتاعك او الايميل بتاعك. بعد كده هنعمل اشعار ولي الامر. دلوقتي هتجيله رسالة، هنفتحها دلوقتي على المتصفح التاني علشان نشوف ايه الرسالة اللي هتيجي لولي الأمر. انا دلوقتي فاتح الجيميل، حساب الجيميل اللي احنا انشأناه والخاص بولي الأمر. عمل له ريفرش عشان نشوف الرسائل الجديدة. الرسائل خلي بالك ممكن تجي لك في الرسائل الترويجية، ممكن تجي لك في الرسائل الاجتماعية او الرسائل الاساسية، لازم تتأكد بأنها موجودة فين. ممكن تجي لك في الرسائل المهملة. جالك رسالة بتقول لك من الحساب بتاع ياسر نجيب كستيودنت، بيعرفك بأن طفلك بيرغب بالاتصال بيك على منصة إدمودو. حضرتك تقدر، بيقول لك بأن الطالب ده موجود طالب في مدرسة الشريف الخاصة إعدادية لغات. لو أنت عايز تستقبل الدعوة ديت تقدر تضغط له على قبول الدعوة. فإحنا دلوقتي قدامنا شكل طبيعي اللي إحنا عملناه بأن حضرتك تسجل بشكل طبيعي. ما أنصحش بالتسجيل بالخطوة الجيميل على طول أوتوماتيك أو بالأوفيس 365 إلا لو أنت عندك حساب ما هوش خاص بيك، مثلا حساب خاص بالمؤسسة. تمام. طبعا بالنسبه للمدرسين ممكن يقابلهم مشكله في الخطوه دي بان حساب الاوفيس 365 بتاعك متسجل كمدرس، فما ينفعش بانك تستخدم الحساب ده للدخول في المنصه كولي امر، فهتضطر بانك تعمل بالايميل الشخصي بتاعك. هنشوف دلوقتي الرساله اللي جت. دلوقتي قدامنا هنا المنظر اللي جالك وانت بتسجل. على الناحية التانية
انه جالك انت كمودو كبيرنت، انت عايز تحط الباسورد بتاعك ايه، هتكتب الباسورد بتاعك نفس الكلام، يكون مجموعة اكبر من 8 حروف ويضم حروف زائد رموز، والحروف تكون فيها كابيتال ويكون فيها سمول. بعد كده ساين اب فور فري. ده الحساب بتاعك. طبعا في البداية بيقدم لك مجموعة من المقترحات عشان تتعرف على المنصة، ازاي تساعد ابنك بقى انه تتابع مجهوده او يكون تكون معاه في الطريق الصح. تقدر تدير حسابك من هنا، بيعرفك على الواجهة الرئيسية. طبعا في البداية هو بيقول لك ان الطلاب او ولادك هم موجودين هنا، هيظهروا في المنطقة دي. ممكن تضيف طفل تاني على سبيل المثال، انا هضيف الطفل، انا عندي ابنين، طيب هضيف الطفل التاني منين؟ مطلوب منك انك تجيب البيرنت كود بتاعه. طيب البيرنت كود بتاعه هجيبه منين؟ زي ما قلنا في حساب المتعلم، هحط الحسابين جنب بعض عشان تشوفوا الحسابين. ادي ده حساب المتعلم وده حساب ولي الامر. حساب المتعلم انا جبت فيه الكود ده هوت، وهقول له كوبي، وبعد كده او هتاخده في رسالة عن طريق الواتس او عن طريق رسالة نصية او اي وسيلة، وبعد كده تقول له كونكت. طيب لو انت مش عارف ازاي تلاقي الرمز، اضغط له هنا فهيوريك دليل استرشادي يقدر يقول لك انك تلاقي الرمز فين. طبعا الرمز هيظهر في حساب ابنك في زي ما انت شايف بالشكل ده، يعني حتى هنا بيبدأ انه يظهر لك بأن الكود بيظهر في المنطقة دي. يبقى انت كده اضفت ابنك. تقدر في البداية بأن حضرتك تقدر تدخل على الاعدادات بتاعت حسابك. انصح دايما بأن حضرتك لما تيجي تعمل اعدادات حسابك تكون اللغة بتاعتك اللغة الانجليزية لتسهيل دخول البيانات. هاجي على السيتنج بتاعت الحساب، تقدر حضرتك بأنك تضيف رقم للموبايل، تقدر انك ترفع صورة، تقدر انك تقول اسمك، تقدر انك تضيف ايميلك، تقدر تضيف ايميل ثانوي وتفعل الايميل ده، تايم زون طبعا منطقة الدولة هتحطها مصر او ايا كانت الدولة اللي انت موجود فيها، منطقة التايم زون جي ام تي زائد 2، بعد كده هتعمله سيف تشينج. انا مثلا علشان اوفر وقتي انا هخلي ان الحساب ده اسميه باسم ياسر نجيب بيرنت اكونت على سبيل المثال، عشان الهدف من الحساب ده هو هدف تجريبي يبقى موجود قدامي. طيب انا دلوقتي عايز اضيف رقم تليفون، تقدر تضيفه اثناء التسجيل زي ما احنا ما شفنا في الرابط ده، او تقدر انك تضيفه بعد كده بعد ما بتنهي التسجيل. مجرد ما انا ما اضفت الرقم اقدر اقول له سيف فون نمبر، حفظ الرقم. طيب قال لي انا اديتك دلوقتي بعت لك كود على التليفون بتاعك، هل الكود وصلك على التليفون ولا لا؟ المرحله دي بتعمل مشكله لو انت كان عندك الحساب بتاعك باللغه العربية. أنا دلوقتي مثلا هكتب له الكود اللي وصلني 405 7 2 1 2 3 0، هيقول لي الكود تمام اكس والكود صحيح. طيب لو أنا دلوقتي عندي هيقرأ حاليا بأن الكود خلاص تم تفعيله. طيب ليه عملنا الخطوة دي؟ لو ليه قلنا الكود بأنك هيبعته لي مره ثانيه، تكتب الرقم بال او تخلي الصفحه الانجليزيه اثناء هنا ديت الكود. المشاكل لو انت بتحصل في كانت الصفحه بتاعتك على سبيل المثال الكود اللي طلعت المره دي انت لازم تكتب الكود 3887 وهقول له نيكست 5 2 1 2 30.
انما لو كده انت مقدور. كتبت الكود هيشال بالرقم لي من ده ان الحساب ده خلاص تم تفعيله مع هيتعرف الرقم ده. عليه بشكل خطأ، لان كل رمز من الرموز ديت عند الكمبيوتر هو رمز مختلف، يعني ده الرمز بتاعه مختلف عن الرمز ده، يعني بالنسبة لنا الاتنين صفر، بس بالنسبة للكمبيوتر ان ده معلومة مختلفة عن اطلب منه المعلومة ديت. فعشان ما اعادة يجيبلكش رسالة تقول تسألك الكود بان مرة تانية. الكود بتاعك غلط، تنتبه للنقطة دي. انا بعد ما هكتب الكلام ده، طبعا انا ما حفظتش البيانات بتاعتي، علشان كده هو رجعها للوضع اللي كانت عليه. هتتأكد بانك انت جبت البيانات بتاعتك، هتدخل الدولة وهتدخل التايم زون زائد 2، وبعد كده سيف تشينج. طلب منك الباسورد، هتعيد تدخيل الباسورد علشان تأكد بأن أنت صاحب الحساب، فمحدش يكون من حقه بأنه يعدل في بياناتك أو صلاحياتك إلا أنت. طبعا احنا ما اخترناش التايتل، ممكن ناخد مستر فلان أو مسز فلان أو أي حاجة من الحاجات اللي موجودة برضه، علشان تحفظ لازم هتعدل تكتب الباسورد بتاعك مرة تانية. طبعا انتبه للحاجات اللي موجودة عندك في الحساب بتاعك.